الوقوف إذن على آخر مستجدات الوضع الاقتصادي، ومنها فضائح فساد الاستثمار الحكومي، وعن أسباب هروب الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية خارج العراق. معنا عبر سكايب من عمان الخبير الاقتصادي دكتور صباح اللو. مرحبا بكم دكتور صباح. أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. في البدء دكتور صباح، ما هو تفسيركم لانسحاب شركة شيل الهولندية من مشروع مصنع البتروكيماويات في محافظة البصرة، مع أنها كانت قد وقعت عقدا مع حكومة بغداد في عام 2015؟ هذا العقد كان بقيمة 11 مليار دولار لبناء أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط. حقيقة ما يحصل في مسألة الاستثمار وخصوصا في الجانب النفطي، نلاحظ أن كبريات الشركات التي دخلت بعد 2003 إلى العراق بدأت حاليا تحاول تقليل وجودها في مناطق مختلفة من العراق في استثمار النفط أو الغاز أو المركبات البتروكيماوية وغيرها، ومنها شركة شيل. وتأكدت ذلك بشكل أكبر بعد قرار المحكمة الاتحادية بأن عملية الاستثمار في كردستان لاحظ أنها غير دستورية، ولذلك لاحظ كثيرا من الشركات العاملة في كردستان أدت إلى عملية تخفيض نشاطها، وبنفس الوقت قسما منها قد يكون باعت نسبة اشتراكها في بعض الشركات وخرجت، ومنها شركة شيل، علما بأن شركة شيل من الشركات العالمية الكبرى التي انسحبت أولا من حق المجنون وكذلك أيضا غرب القرنة البصرة، وهذه أدت إلى أنها تفقد شكلا من أشكال الثقة بالإدارة الخاصة بوزارة النفط للمشاريع الاستثمارية، ومنها البتروكيماويات الموجود في جنوب العراق. لاحظ هذا المشروع من المؤكد أنه يعتبر من أكبر المشاريع حسب ما مخطط له، إذا ما تم إنجازه منذ 2015 تم التعاقد، ولكن لم تتم عملية البدء بعمليات التنفيذ. ما الأسباب الحقيقي دكتور صباح؟ يعني حكومة السوداني مثلا حاولت التذرع والتبرير والتسويق بأن هناك بعض الإشكالات المالية والأمور التعاقدية يعني أدت إلى انهيار هذا الاتفاق مع هذه الشركة العملاقة. ما الأسباب؟ لماذا يعد العراق بيئة طاردة للاستثمار؟ حقيقة هذا الجانب الجوهري والأساسي هو الواقع الأمني الموجود في العراق، أصبح عاملا هاجسا مخيف للشركات العالمية العاملة، خصوصا مع التطور الجيوسياسي في إقليميا في المنطقة والضغوط الإيرانية التي تمارس على السلطة وخاصة وزارة النفط في مسألة تطوير النفط بكل اتجاهاته، البتروكيماويات أو عمليات الاستثمار للغاز المصاعب وغيره، علما بأن شركة شيل تمتلك 45% من شركة غاز البصرة. لذلك نلاحظ هذه الشركة العملاقة الكبيرة والتي تعتبر من الشركات متعددة الجنسيات، تلاحظ أن الوضع الأمني هو الجوهر والهاجس الأساسي لخروجها بعد التطورات الحاصلة في المنطقة، إضافة إلى استمرار عمليات المناوشة بين أتباع إيران من الميليشيات المنتشرة إقليميا، وكذلك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية والتحالفات، وهذا ما نلاحظه في البحر الأحمر، وكذلك أيضا الضربات الأخيرة التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لمواقع تابعة لإيران في كل من سوريا والعراق، وكذلك أيضا في اليمن. لذلك نلاحظ هذه الشركات إضافة إلى الضغوط التي تمارس في مسألة التوقيع على الاتفاقيات والعقود، نلاحظ أن رأت شركة شيل أن هناك
عملية وجود عمولة إضافية قدرت قيمتها بحدود 3 إلى 4 مليار دولار إضافة إلى 11 مليار قيمة المشروع الذي تم الاتفاق عليه في 2015. لذلك نلاحظ أن هذا المشروع لم يتم البدء به بشكل حقيقي، بل تمت عمليات التسويات الترابية وعمليات إزالة الألغام وغيرها من الأعمال البسيطة. لذلك نلاحظ أي أن جدية الحكومة العراقية في عملية الإنجاز ضعيفة، خصوصا في الثلاث سنوات هذه الأخيرة بوجود موازنة لثلاث سنوات مع وجود عجز يقدر ب 49 مليار دولار شكل مخاوف لشركة شيل، ولذلك نلاحظ انسحبت هذه الشركة. وفي اعتقادي أيضا العامل الضغط لعدم تطوير الصناعة النفطية والبتروكيماويات، وهو يعتبر من المشاريع الكبرى في الشرق الأوسط حسب المخططات الموجودة له، أنه ينتج بحدود حوالي 1.8 مليون طن متري من المواد البتروكيميائية المختلفة التي تعتمد على الغاز المصاحب للنفط. دكتور صباح أيضا، خاصة غاز الإيثان. نعم عفوا دكتور صباح، له أيضا إلى جانب هذه الشركات الكبرى وهذه الصفقات الاستثمارية الكبرى، هناك حتى الشركات الناشئة أخفقت بسبب الفساد وسوء الإدارة. وهنا أيضا لدي يعني مثلا مؤشر أجيليتي اللوجستي لهذا العام 2024 ذكر أن العراق خارج التصنيف الخاص بهذه الأسواق الناشئة، إلى ما يدل ذلك؟ بالتأكيد حاليا العراق بصراحة تم إخراجه من هذا التصنيف الدولي لعمق الفساد، إضافة إلى أن الشارع لا يساعد أمنيا بعملية جذب للشركات حتى الصغيرة منها أو المستثمرة في مجالات مختلفة، سواء في الصناعة أو الخدمات أو الزراعة أو غير ذلك أو المياه. لذلك نلاحظ أن العراق حاليا يعاني معاناة كبيرة جدا من جانب وجود الفساد والوضع الأمني والضغوط التي تمارس على منح شركات ضعيفة داخلية أو لدول جوار معينة، وهذا يشكل إنه مستقبلا هدر وضياع لكثيرا من الأموال المرصودة لعديد المشاريع، كما نلاحظ الخسائر الكبيرة التي تمت من عدم إنجاز مشاريع كانت مقرر لها أنها تتم عام 2010 عام 2020، منها في التعليم، في الصحة، في البنية التحتية للعراق، ولذلك نلاحظ تم استبعاده، إضافة إلى الضغوط المالية التي تمارس من الولايات المتحدة الأمريكية. وأنتم تحدثتم عن هذا الجانب أن هناك أكثر من 24 مصرفاً تم معاقبته وإيقاف التعامل معه، وذلك لتحويله لأموال بشكل غير قانوني إلى إيران، وكذلك أيضاً الحرس الثوري الإيراني. صحيح. والقادم قد يكون أكثر، أن هناك أكثر من 72 مصرفاً في العراق قد يتم عملية اتخاذ عقوبات جديدة من قبل الخزانة الأمريكية لعدم تمكن البنك المركزي من اتخاذ إجراء حقيقي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور صباح الله، الخبير والباحث الاقتصادي.